بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا وشفاء مرضانا، عطروا المجلس وأفواهكم بالصلاة بأعلى الأصوات. القسم الأول من الآية، اقطع الصدى مالها الأكو قطعة. القسم الأول من الآية مولانا شرحناه في الليلة الماضية، وقلنا على أن يوجد بعض الأنبياء له أسماء متعددة ولهم أسماء متعددة في القرآن الكريم، وذكرنا بعض الأنبياء اللي عندهم اسم واسمين وثلاثة في القرآن الكريم. وقلنا على أن يونس عليه السلام بعث إلى بلد يسمى شنو مولانا؟ يا بلد ياهو اللي كان البارحة، ها، بابل. بعث إلى بلد اسمه بابل. من بعد 40 سنة التبليغ لم يؤمن به إلا نفران، ياهو واحد عالم وواحد عابد. ما شاء الله، أنت رد عليه خاطر أدري بك أنه البارحة حافظها أنت. واحد عالم واحد عابد، فاستشارهما بنزول العذاب. اقترح العالم أن لا يدعو على قومه، واقترح العابد أن يدعو على قومه. دعا على قومه في أول شهر شوال، عفية، وعلى أساس العذاب ينزل عليهم في النصف من شهر شوال. الأولى أن يظل عند قومه، بس ما بقى عند قومه، تركهم وخرج، طلع، ترك الأولى. ياهو اللي راح ويا مولانا زلمتنا هذا العابد راح، والعالم بقى في البلد في بابل في هذه البلاد. طلع، ركب السفينة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. شمروا بالماء، هذا كل حكينا ترى بشرح كامل. فالتقمه الحوت وهو مليم يستحق الملامة، زين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شلون إلى يوم يبعثون؟ ذكرناها، لو هو يموت والحوت تموت، لو هو يظل حي والحوت تظل حية، لو هو يموت في بطن الحوت والحوت تبقى حية إلى يوم يبعثون. ذكرنا الآراء بالكامل، صح بويا لولا؟ عافية. زين، من بعد التسبيح المسمات بالمناجات اليونسية التي تقرأ في صلاة الغفيلة، من بعد ما سبح الله سبحانه وتعالى صعدت الحوت، أو قلنا ايش قد ظل في بطن الحوت؟ السنة يقولون ساعة، بارك الله فيك، ساعة واحدة. والشيعة الهوسة عند الشيعة من 9 ساعات و3 ساعات إلى 90 يوم، إلى 3 أشهر. هسه 3 أيام، 9 ساعات، 40 يوم، وثلاثة أشهر. صعدت الحوت، لما صعدت فتحت فمها ألقته بالعراء، العراء يعني الصحراء. فنبذناه، يعني شمرناه، ذبيناه، فنبذناه بالعراء وهو، قلنا شنو، مريض بعد، وهو سقيم، كان مريض، ها؟ أجا إلى الصحراء، أشعة الشمس تؤذيه والحشرات تؤذيه، الله راد يحفظه، أنبت عليه شجرة اسمها اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قلنا اليقطين بها 3 خصائص، مو لولا؟ بالتفسير اليقطين ب3 خصائص ذكرناها بعد، مو محلها نعيدها بعد مرة. أنا قاعد أقول لك بس مقدمة خلال 5 دقائق، أنا كاض وقت 5 دقائق ما صارت، زين، قاعد أسويها مقدمة لما أوصل إلى صلب الموضوع الجزء الثاني إن شاء الله. زين، من بعد الأيام التي شرب الماء واستقوى جسده قام رجع لأهله،
شاف له فلاح يحرث، قال له ما الخبر من قوم يونس؟ قال له أنا من قوم يونس. قال له شلون أنت حي عدل؟ قال له الحمد لله حي، تركنا يونس وجرى ما جرى. ماذا جرى عليكم؟ اسمع ماذا جرى عليهم. طلع يونس من عندهم، من طلع يونس من عندهم اجى العالم. شوفوا أهمية العالم مولانا، شوفوا أهمية العالم. أنا توش قلت لك البارحة دعاء النبي لا يرد. النبي إذا دعا بدعاء، دعاء النبي لا يرد، دعاء النبي مستجاب 100%، 100% مستجاب. دعاء النبي من الأنبياء ياهو اللي رده، رد عالم، العالم العامل بعلمه، عالم وعامل بعلمه مولانا يكون فيه البركة والخير، ويكون له الاستطاعة أن يقود أمة بكاملها، يقود أمة بكاملها. هذا العالم صار سبب أن الله لا يستجيب دعاء النبي ويستجيب علما للعالم. العالم إلى وزنه، العلم إلى وزنه، ولا مولانا؟ قيمة المرء ما يعلم، قيمة كل إنسان بقدر علمه، لا بفلوسه ولا بأمواله ولا بكبره ولا بهيكله ولا بقوته مولانا ولا بمسؤوليته بعد. زين، قيمة الإنسان بمن ما يعلم، مو من جيبي قاعد أقول لك أنا مولانا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قيمة للعالم. إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء. لكن للأسف بعض الناس مولانا ما يعرفون قيمة العالم إلا من بعد ما يموت. إذا مات قالوا والله رحمه والله خوز المكان. زين، لكن العالم ما يعرفون قيمته وللأسف. العالم إلى وزنه، العالم بركة، العلم عزة، العلم كرامة. واضح مولانا؟ خالط العلماء، اختلطوا مع العلماء، فإن العالم يقول الإمام الصادق كالنخلة، حكي زايد ناقص، قعدات طويلة عريضة مولانا ما يرضى، لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أتركها، أقعد مع العلماء، لا تخلي العالم مولانا فاضي وساكت عن السؤال، لا أسئله واستفد. فيقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول إن العالم بمنزلة النخلة. شلون مثال حلو؟ وإن لم تهزها، حتى لو ما تهزها يتساقط عليك من ثمارها. النخلة حتى لو ما تهزها، ريح هوا مولانا شوية يهزها، طير قاعدة على الثمر على العثق مولانا يطيح. هذا شنو؟ هذا العالم، قيمة العالم. العالم بقى معهم، جمعهم، قلهم أيها الناس اعلموا أن يونس قد دعا عليكم، وأن دعاء النبي لا يرد، هو مستجاب 100%، والعذاب سينزل عليكم 100%. قلنا العذاب شنو كان؟ حمم. الحمم يعني الحديد المذاب والنحاس المذاب والحجر المذاب. هذا الحديد شايفين البراكين، هذا يسمونه حمم، الله يمطر عليهم حمم. زين، هذا الحمم ذا ذوب الحديد، ما يذوب البشر مولانا، هو دم ولحم، غير هاي لولا. ما الحل أيها العالم؟ انقادوا إلى كلام العالم، قالهم أن العذاب سينزل عليكم ليلة 15 من شهر شوال بعد طلوع الشمس. صاحبوا يا لولا؟ زين، قلنا بعد طلوع الشمس. ماذا نصنع؟ نحن تحت أمرك. آمنوا بيونس أكثر من 100,000 نفر، 100,000 نفر تابوا إلى الله في لحظة واحدة. 40 سنة دقوا لطم وراد يسويهم أوادم، ما صاروا أوادم مولانا. هذا العالم علمهم وهداهم خلال هذه الأيام، تابوا كلهم، تابوا. صارت ليلة نزول العذاب. شوف الذكاء، ذكاء العالم، شوف الذكاء مولانا. ليلة نزول العذاب ايش سوى؟ باكر الصبح العذاب ينزل. أمر الله آت ولا يرجع ولا يتأخر. ايش سوى؟ قال لهم اعزلوا الأمهات عن أولادها، واعزلوا الأمات عن فراخها. انت خوف، فهمت القصد شنو من كلامي؟ اعزلوا الأطفال من الأمهات، واعزلوا الفراخ من الأمات، لأن أكو فرق بين الأمهات وبين الأمات. أنا سألك التجاوبني، جمع الأم شي يصير؟ هي احكي، لا تخجل مولانا. زين، جمع الأم أمهات، مو بالهاء بعد. هاي الهاء منين جبتها أنت؟ والله مو تقول لي هي أم، ضيف عليها الألف والتاء يصير أمات بالأصل. المسلمة، مسلمة، جمع المسلمة شي يصير؟ مسلمات. مسلمة ضيف عليها ألف وتاء يصير مسلمات. خلاص، مؤمنة، مؤمنات. أم ضيف عليها ألف وتاء شي يصير؟ أمات.
ليش باللغة العربية خلوا الهاء صارت أمهات؟ ها أمهات ليش؟ ها للتمييز بين الأمين، بين الأم البشرية والأم الغير بشرية. أمي وأمك وأم البشر، الأم البشرية صاحبة العقل، جمعهن يصير أمهات بالهاء. لكن أم النياق، أم النياق، أم الشياه، أم الطيور، أم الحيوانات بشكل عام، شو يقولوا لها؟ أمات. عافية، خوش حكي لولا أمات. إذن أمهات وأمات. إجا هذا العالم عزل الأطفال عن الأمهات، وعزل الفراخ عن الأمات. الناقة عزلها وفرخها الفصيل مالها عزلها. إذا أكو شياه شاط طليان أجلكم الله، عزل الشياه عن الفراخ، عزل الدجاج عن الفراخ، عزل كرشي مولا الصغار عن الكبار، عزلهم بالليل. زين طفل وعزلوا من أمه بالليل، قالوا اتركوهم خليهم جياع، لا يشوف أمه ولا الأم تشوفه. خلاص شوف حنكة وذكاء العالم الذكي. إذا كان عالم وعامل بعلمه وذكي مثل هذا العالم، شو يسوي؟ يغير أمه بكاملها، أمه بكاملها يديرها. زين قالوا ما عزلوهم، عزلوهم مولانا نص الليل، نص الليل. زين طفل أو نص الليل يخاف يبكي يرضع يجوع مولانا، إذا ما لقى أمه شو يسوي؟ يبكي يصرخ. فهاي الأطفال مولانا نص الليل جاء الطفل بكى ما لقى أمه. الأم من بيت، إذا تخلي الطفل، سبحان الله إخواني، إذا تخلي الطفل بين عشرات الأطفال ويبكي، الأم تعرف هذا بكي ابنها. أنا وياك ما نعرف. الآن تجرب، سبحان الله، الله منطيها قدرة عجيبة، ولو أول بطن إلها، إذا بكى طفل زين الأم تعرف هذا بكي مال جوع، هذا جوعان. أقول هذا نعسان، قلي له هذا البكي ما مال نعاس، هذا مال جوع، جوعان هذا، ترضعه؟ خلاص سكت. مرة يبكي أقول له هذا جوعان، تقول لي لا هذا نعسان يريد ينام، تنومه يسكت. سبحان الله، حتى تميز بين البكي. الله وكيله، كان الطفل تخليه إلي يوم يبكي ما في مشيريد، لكن الأم شنو مولانا تميز بين بكاء الطفل، هذا بكاء جوع، هذا بكاء نعاس، هذا بكاء مثلا مقروص بألم بوجع بكذا. الأم تفهم وتعرف الولد ماذا يريد الطفل. وسبحان الله، الإمام الصادق عليه السلام قال هذه المقولة واكتشفها العلماء. أنتم شايفين الطفل إذا يبكي أو جبت أمه إله، شو حبيبي، الطفل إذا يبكي أو جبت أمه إله، إذا اقتربت الأم يهدأ قبل لا يشوفها، بعد ما شايفها يسكت. عجيب. الآن علماء النفس يقولون، سبحان الله والله عجيبة هذه، يقول فإن الطفل من 40 متر، 40 متر يسمع ضربان قلب أمه، 40 متر أو يسمع ضربان قلب أمه، يعني يحس بالحنان والأمان. وهي مو عجيبة، مو عجيبة، الله انطل حيوان هذه القدرة. حشرة، الفراشة، الفراشة تعرفونها، الفراشة أكبر وأقوى، إحنا نقول لها رادار، لاقط، أقوى لاقط بالعالم عندها الفراشة، ماكو أقوى من عندها مولانا. إذا خليت فراشة ذكر أو أنثى، خليت أنثى في قارورة فراشة، هو حشرة ماكو شيء، حتى سماعات ما عندها، موبايلها ما عندها مولاي تتصل، خليت الفراشة وغطى عليها، غطى عليها، ما تمر لحظات وإذا شوف الذكر يحوم حولها، أشوف ذكرها يحوم، شلون اتصلت عليه؟ موبايل عندها؟ تليفون عندها مولانا؟ أخو ما عندها. يقول العلماء ويقول الدميري، يقول من عشرات الأمتار، من عشرات الأمتار هاي يصدر منها ذبذبات، ذبذبة يعني قريب الصوت، احنا نسميه صوت، يعني هي مو صوت، ذبذبة حركة، يعني ذبذبات. لو كان الذكر عشرات الأمتار ومئات الأمتار يسمع هذه الذبذبة ويعرف أن الأنثى في خطر، يأتي إلى الأنثى. سبحان الله، أي عند الفراشة كم، هذا بشر. الطفل من 40 متر يسمع نبضان قلب أمه ويدري هاي أمه، يميز هاي أمه مولانا. هذا حبيبي يقول نص الليل وبكوا الأطفال، بكوا الأطفال، الأم سمعت صوت ابنها ظلت تبكي، الطفل يصرخ والأم تصرخ، نص الليل طلع الفجر الأطفال يبكون، والفراخ الحيوانات الصغار تبكي،
والأمهات والحيوانات يبكين. واضح مولانا؟ بكي كله بكي، هذا مشتاق الأمة وهذول مشتاقين للأولاد والفراخ. زين مولانا، صار عند طلوع الشمس، طلعت الشمس، الله حان وقت العذاب، خلاص إن عذاب الله آت، ما يرد مولاي إلا بشرطها وشروطها. هسه أنا أذكرها لك. واضح مولانا؟ يقول طلعت الشمس، بمجرد أن طلعت الشمس، أنتم تعرفون الموكل بإنزال العذاب أي ملك من الملائكة؟ يا هو يا ملك من الأربعة. إحنا الملائكة عندنا أربعة بعد، رؤساء الملائكة أربعة: ميكائيل، إسرافيل، جبرائيل، عزرائيل. عزرائيل خو شغله مبين بعد هذا رجال زين، لكن عندنا مولانا الموكل بإنزال العذاب يا هو جبرائيل. بارك الله فيك. إسرافيل في نفخ الصور. جبرائيل عنده له عملان: إنزال الوحي وإنزال العذاب. إنزال الوحي وإنزال العذاب. واضح مولانا؟ موكل بإنزال العذاب هو جبرائيل. يقول: وإذا طلعت الشمس، بمجرد أن طلعت الشمس، وإذ بانت آثار العذاب، وبانت الغيوم السوداء والحمراء، وإذا يرون النار والحمم قد حملتها السحاب. هم بين الجبال في فجوة جبل، من هنا جبل ومن هنا جبل، هم بالوسط سائرين. يقول: بانت السحاب حمراء وتحمل العذاب والحمم والنار والحديد المذاب، إذا صبها الله على رؤوسهم يذيبهم بأجمعهم. يقول: بانت آثار العذاب حتى صارت على رؤوسهم فحسوا بحرارتها. هي بالسماء مولاي، وحسوا بحرارتها. صاح العالم قال: اخرجوا الأطفال إلى الأمهات، واخرجوا الفراخ إلى الأمات. طلعوا الفراخ أو طلعوا الأطفال وطلعوا الأمهات وطلعوا الأمات. الأم شافت ابنها، والولد شاف أمه مولانا، والحيوانات، الطفل يصرخ والأم تصرخ مولانا، والحيوانات تصرخ، والفراخ تصرخ، والكبار والصغار الكل تضرعوا وتابوا خوفا وشوقا. خوفا وشوقا، واحد يشتاق للثاني مولانا، وخوفا من البركان، من هذا العذاب الأليم، بدأوا بالصراخ وضجوا ضجة واحدة وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى في نفس المكان. أرسل الله عزرائيل إلى جبرائيل، قال: يا جبرائيل، انسف العذاب على الجبال ولا تنزلها على رؤوس عبادنا. فأخذ السحاب ومطرت السحاب والعذاب على رؤوس الجبال وليس على رؤوس قوم يونس ببركة هذا العالم. الله رد عليهم عذاب بكامله، براكين بالكامل. قلوا مرجعوا الآن الأطفال. زين، سؤال أسأل، سؤال عيني، سؤال: إحنا ندري على أن العذاب إذا إجا بعد التوبة ما مقبولة. إحنا عدنا التوبة بابها مفتوح كل وقت، الإنسان متى ما يتوب الله سبحانه وتعالى يقبل له توبته، لكن في أماكن التوبة بابها يغلق. أنا المكان الأخير تعذروني ما أحكي، بس أحكي يصير هوسة علي مولانا. زين، بس أذكر لك كم رأي. المكان الأول اللي باب التوبة يغلق عند الممات، وصلت الروح راد يموت، وصلت الروح لهنا للصدر، شاف أبو حيلين ملك الموت جاي لمولانا، أو شاف بعد ماكو، أين المفر؟ ماكو مفر. إجا الموت قال: آمنت بإله موسى. هذا ياهو فرعون. تفيد التوبة بعد مولانا؟ الإيمان يفيده، هذا الإيمان أضرب به عرض الجدار. التوبة عند الموت غير مقبولة. إذا أجى الموت الروح قاعد تصعد يريد يموت، أو قال استغفر الله، ماكو توبة بعد. استغفر الله ماكو. عمر عش 60-70 سنة ما تبت، بوق وسرقة وكذب وبهتان ونميمة وغيبة، ما تاب. هسه من أجى ملك الموت صاير خير يريد يتوب مولانا، بعد توبة هنا ما مقبولة. هاي وحدة. المكان الثاني اللي باب التوبة يغلق مولاي، المكان الثاني عند نزول العذاب، مو عند الموت، عند نزول العذاب. إذا نزل العذاب بعد ما كتبت إليك إلهي، التوبة باب التوبة عند نزول العذاب يغلق. لكن العذاب على نوعين. المورد الثالث اللي باب التوبة يغلق، هذا عندك الحساب. أنت اقرأ في بعض الكتب التي تخص الإمام المهدي: أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، وترى الجواب. أنا تعذرني لأن علي خلاف كثير ولهذا ما أذكرها. زين، على العموم، المورد هنا السؤال: إذا لماذا الله رد العذاب من قوم يونس؟ شامو العذاب ما يرد، أمو التوبة لا تقبل، شلون الله ردها؟
زين احنا عندنا العذاب على نوعين اخواني، العذاب على نوعين. عندنا نوع من العذاب، احفظها حبيبي شباب احفظها، نوع الاول من العذاب يسمونه عذاب الاستئصال. تعرفون الاستئصال يعني المحو، يمحوهم بكاملهم، يستأصلهم بالكامل، يشلحهم شلع يعني. واضح مولانا؟ هذول علما هذا العذاب، هذا العذاب لقوم لا توبة لهم، لا إيمان لهم، يبقوا على غيهم وعلى ظلمهم. لو عاشوا ألف سنة، لو عاشوا آلاف السنوات، يبقون على حالتهم، ما يتغيرون. يدري الله هذول ما يفيدهم حكي بعد مولانا، الله يدفع عنهم العذاب، لو ما يدفع عنهم العذاب يبقون على حالتهم. فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم عذاب يسمونه عذاب الاستئصال، يشيلهم كلهم، يمحوهم. مثل من؟ كقوم نوح. كقوم نوح، قوم نوح ترى ما ظل معدهم أحد، كلهم ماتوا، كنسهم كنس، كلهم بس الذين في السفينة لم يموتوا، البقية ماتوا بأجمعهم. لو كان بهم واحد خير الله ما ينزل العذاب، واحد واحد. تدرون نوح هسه هاي الشيء بالشيء يذكر حلوة، خلي أحكيها لك مولانا. نوح عاش 2600 سنة، هسه أكو راي 2400 وأكو راي 2500 وأكو راي 2600، يعني بين 2400 إلى 2600 سنة، أكو آراء متعددة. بس النبوة مالته 950 سنة، النبوة مالته. نوح صعد السفينة، قال له يا نوح أركب السفينة، عمره طويل. يقول الأب يلتفت إلى الولد، يقول له ولدي أتعرف هذا؟ هذا عبد الغفور. عبد الغفور ونوح اسمه عبد الغفور مولانا. هذا عبد الغفور، هذا نوح، هذا رجل كذاب، هذا كذاب، ترى يوميا طالعنا عينك عورة. زين هذا كذاب، مو تاخذ كلامه، هذا كذاب. يموت الأبو، يكبر الولد، يصير عنده ولد يقول لابنه، يقول له ترى هذا كذاب، سمعت من أبوي. يموت الأبو، يصعد الولد، يكبر، يقول له ترى هذا كذاب، الابن الثاني. وهالمجرة عمره طويل مولانا. فصعد السفينة، قال له أصعد السفينة إن العذاب سينزل عليهم. يقول صعد السفينة، غبطت البيبان، الماء على أساس تمطر السماء والأرض، ها تفور الأرض من الماء والبحار تطغى. يقول وإذا ما مطرت، صبر صبر. قال له إلهي أين العذاب؟ قال له إن شوف توجه، قال له إن شيخا نائم تحت الشجرة، أكو شايب نائم حدر شجرة، يمكن تاب إلى الله، يمكن يؤمن بك، روح قعدة، إذا آمن بك صعد السفينة، وإذا ما آمن بك نزل العذاب. تدرون هذول 80 سنة الله قطع الأنساب من عندهم، طفل ما عندهم، أصغر واحد بيهم عمره شقد؟ 80 سنة، أصغر واحد بيهم 80 سنة. راح نوح عليه السلام، شاف واحد نايم حدر شجرة شايب ومكسر تعبان ونايم حدر شجرة، قال له قعدة وقل له أدعوه إلى الهداية، إلى عبادة الله جل وعلا. إن شوف الله وقف العذاب كله، كل السماء والأرض وقفه لأجل هذا الشايب، لأن الله أرحم الراحمين. الله إن الله ليس بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم. هو الإنسان واحد يأكل بالثاني، ها الآن الناس واحد يظلم الثاني، نعيب زماننا والعيب فينا. يقول الإمام الرضا عليه السلام نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان بنا هجانا، فإن الذئب يترك لحم ذئب. الذيب إذا جوعان وشاف ذيب ثاني ميت ما يأكل لحمه، فإن الذئب يترك لحم ذئب. لكن البشر شو يقول الإمام الرضا؟ ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إحنا واحد ينهش بالثاني، واحد يأكل بالثاني، واحد يأكل حقوق الثاني مولانا، واحد مختوم، واحد زين، واحد يشوفه جوعان ثلاث أربعة أيام مولانا ما ماكل ولا لقمة مولاي، أو واحد ممتحن بفلوسه وين يوديهن؟ أنا أقول لك عن يقين، ما جاع فقير، اسمعني خلي أقول لك مولانا، ما جاع فقير إلا بما تمتع به غني. واحد يأكل لقمتين وواحد لقمة هم ما يحصلها، لقمة هذا ما محصلها عدمن عذاكب لقمتين مولانا. واضح شلون؟ أكو واحد تشوفه ما عنده تعبان، واحد ينهش الثاني، واحد يأكل الثاني. السيارات إذا هذا الكد وهذا المال من حلال اللهم أزد وتفضل عليه، لكن إذا من حرام والعياذ بالله لا بد من إرجاعها إلى أهلها. زين على العموم، فإذا راح نوح عليه السلام شاف نايم حدر الشجرة، قعده، بس قعده فك عينه الشايب أول حشايته، قال له من هذا؟ أنوح هذا؟
قال بلى. قال والله إنك لكذاب مفتري. قال أنت كذاب. هذا من قال له كذاب بعد هذا يهدي سراد من مولانا زين عاف ما حكى وياه عاف. هذا من الهالكين. صعد السفينة نزل الطوفان بدأ الطوفان من الأرض والسماء ومن البحار والأنهار طغت وإذا غطى رؤوس الجبال رؤوس الجبال غطاها. الآن أكبر جبل بالعالم لو تروح له إيفرست أكبر جبل بالعالم لقوا آثار من أعماق البحر موجود على قمة هذا الجبل. زين شو يسوى هذا الصدف أو كذا أو أمور تخص البحر في قعر البحر موجودة على قمة الجبل. زين شو الصخم هناك مولانا شو ودها هناك يعني ها؟ هذا آثار من آثار هذا أثر من آثار طوفان نوح لأن الأرض صارت كقطرة واحدة قطرة ماء. الإمام الصادق عليه السلام يقول لم تبقى بقعة من الأرض إلا وغطتها المياه بكاملها. الإمام الصادق يقول صارت قطرة 40 يوم 40 يوم 40 يوم بعدين شوي شوي جفت. القضية مفصلة جفت لما نوصل إلى النجف. النجف لما نزل الماء نزل به النجف صار به بحر. هذا البحر سموه بحر ني بحر ني. الجو حار بمرور الزمان بحر ني شنو جف يبس ني جف ني جف. هاي باللغة العربية صعبة استخدموا عليها قاعدة الترخيم أفاطم لو خلت الحسين ما قال أفاطمته أفاطم طير منها حرف. ليش قاعدة الترخيم ني جف ثقيلة قالوا نجف ولا مولانا زين. رست السفينة إلى آخر. إذن الشاهد وين الشاهد لو بيهم واحد خير الله ما ينزل العذاب. لو بيهم واحد خير مولانا الله ما ينزل العذاب. الله أنزل العذاب والطوفان على نوح لأن يعلم بأنهم لا يهتدوا أصلا. نزل عليهم عذاب يسمونه عذاب الاستئصال. هذا النوع الأول. قلت لك كم نوع العذاب إخواني شباب أنتم الأذكياء كم نوع نوعين. عذاب الاستئصال الأول. النوع الثاني من العذاب عذاب اسمع عذاب التنبيه. التنبيه ينبه الإنسان يوقظ الإنسان. واحد ما منتبه ينتبه زين. واحد عنده فلوس خير من الله يبذل يبذل للحرام والحلال يبذل مبذر. إن المبذرين إخوانا الشياطين مبذر. هناك الله يصيبه في دراج دي مولانا ويطير فلوسه كلين. إذا طير فلوسه كلين مولانا شي يصير يصير فقير. هنا يعرف قيمة الدينار يعرف قيمة الدينار. إذا صار عند الله يريد ينبهه. الفقر من نوع العذاب عذاب التنبيه. الفقر المرض المرض لأن ياهو اللي يعرف قدر الصحة ياهو المريض يعرف قدر الصحة أكثر من الصاحي. زين عيني المرض نوع من العذاب. هذا نوع من العذاب والاختبار والامتحان للإنسان. الله يختبرنا مولانا بهذه الأمور. هسه لو فقر لو مثلا مرض لو مثلا زوجة غير صالحة تطلع زوجة مولاي تمرمر الإنسان أو يطلع مثلا رجال أمرمر أولاده وزوجته مأذيهم معذبهم ولا أكو بعض الناس مخوشة وادم تكرمون ها؟ هذا عذاب يصير الله يسلط عليهم عذاب عليهم. شوف ياهو الصابر أو ياهو اللي لا يصبر ياهو اللي مولانا بسرعة يكفر والعياذ بالله. زين فقضية نوح قضية يونس عليه السلام من أي نوع من العذاب؟ عذاب الاستئصال لو التنبيه التنبيه عافية التنبيه لأن لو عذاب استئصال عذاب الاستئصال لا يرد الله ما يرده لابد أن ينزل. بس هذا النوع ما كان عذاب استئصال عذاب تنبيه. الله راد ينبههم راد يسويهم أوادم لأن بيهم أخيار بيهم زينين ولهذا دفع الله عنهم العذاب. شو يقول الآية شو تقول ها خلينا نكمل لك كمل لك ها يقول فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إلى أن يوصل شو يقول يقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. سؤال الله يعرف عدتهم لو ما يعرف عدتهم؟ الله يعرف عدتهم لو ما يعرف عدتهم؟ إذا الله يعرف تشاليش قال 100,000 أو يزيدون. هذا مع الواحد شكاك ما يدري يقول له كم واحد بالبيت يقول له لو 5 لو 6 ما أدري. هذا اللي ما عنده علم. بس الله عنده علم لو ما عنده علم؟ إذا الله عنده علم ليش يقول 100,000 أو يزيدون؟ ما يدري يعني حاشا الله يدري شهاي الأو شنه
هاي الأو ما هي؟ كل العلماء حتى علماء النحو في إعراب هذه الآية الكريمة لما يوصلون يقول لك هذا من باب التأكيد، إذا أراد الله أن يؤكد على شيء ويري عظمة شيء وكبرياء شيء يستخدمون هذه الكلمة، يقول له 100,000 أو يزيدون، يعني من باب العظمة، من باب الكبرياء، من باب علو الشأن، من باب التأكيد الله سبحانه وتعالى يستخدم هذه العبارة. ولا مو الله جاهل والعياذ بالله بالعدد، الله عالم بالعدد. وهذا حبيبي الله أرسل هذا النبي لهذا القوم، رجع يونس عليه السلام رجع إلى قومه. شو يقول القرآن؟ خلنا قرآن وياك خاطر تأخذ ثوابين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نقدر يعني نضيق عليه، زين، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، يا ظلمات ثلاث، ظلمة الحوت وظلمة البحر عفية وظلمة الليل، ثلاث ما شاء الله عليك. أنا والله أستأنس أحب هيك حضور، شهد الله وأعلم، أحب ناس اللي يواكبوني بالكلام ويمشون وياي وحافظين كلامي قبل لا أحكي. وهذا مولانا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني يا ظالمين، يعني ظلمت نفسي وظلمت قومي، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رجع إلى قومه. الآية تقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني غضب على قومه. الإنجيل أو العفو التوراة في باب يوناه ابن متى، يوناه مو يونس، لأن اليهود يتلفظون اسم يونس بمن؟ يوناه. كتاب يوناه ابن متى الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، أربع أجزاء، يقولون لا، يقولون وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مو الغضب على قومه، يونس غضب على الله، تأذى من الله، قال له إلهي ليش ما عذبتهم؟ لماذا لم تهلكهم؟ أنا دعيت عليهم فالمفروض تهلكهم، ليش ما هلكتهم؟ الله دفع عنهم العذاب، أرجع الله لهم يونس، أرجع يونس عندهم وبقى حيا معهم إلى حين، فمتعناهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين، إلى حين يعني إلى وقت الممات، إلى وقت الممات. ولهذا أنت لما ترجع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أهدوا وأرشدوا ووقفوا مولاي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إحنا الأمة شي يسمونا؟ يسمونا الأمة المرحومة. ليش الأمة المرحومة؟ لأن كل نبي دعا على قومه إلا رسول الله محمد. إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو على أمته وعلى قومه قط، ما دعا عليهم. مولانا ضربوه وشتموا النبي وضربوه بالحجارة، كسروا جبينه ناصيته، أسنان النبي كسروها، وياهو اللي كسرهن مولانا، وياهو اللي عذب النبي، تعرفوا ياهو؟ عمه أبو لهب، عمه أخو أبوه، أبو لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم، أبو لهب عم النبي، زوجته أم جميل، أم جميل شو تصير المعاوية؟ عمة معاوية أخت من؟ أخت أبي سفيان، عفية، أخت أبي سفيان، عمة معاوية، يقولوا لها أم جميل، يحفرون حفرة كبيرة للنبي ويغطونها مولانا، عم النبي وعمة معاوية، زين؟ حفروا له حفرة، إذا أجى النبي يسقط في الحفرة على أساس، لكن رسول الله لم يسقط ولا مرة واحدة، لكن لم يسقط مرة مرتين حفروا، لم يسقط النبي، سووا وجابوا الأطفال انطوهم فلوس، قالوا لهم إذا مر محمد الأمين فاضربوه بالحجارة، عم النبي، زين، يطلع النبي الأطفال يضربونه بالحجارة، والنبي لم يدعو عليهم، حتى على عمه ما دعا، حتى على أم جميل ما دعا. لكن إيش صار بها أم جميل؟ أم جميل حمالة حطب خشب، تصعد فوق مولانا تجيب حطب، ذاك اليوم طلعت تجيب حطب عساها لا رجعت، أو حملت كارة حطب كبيرة وثقيلة، شدتها بالليف مسد مال النخل، سدتها وعلقت على ظهرها وخلت الليف على صدرها مولانا، ونزلت هي ربوة علوة
ودا تنزل مولانا، من نزلت بالطريق تعبت، تعبت رادت تستريح، عساها تستريح بنار جهنم إن شاء الله. زي مولانا قعدت تستريح، استراحت على العموم، لما ارتاحت رادت تقوم والكارة ثقيلة، تحركت مرة مرتين ثلاثة ما قدرت تقوم، قامت. لما قامت الحبل اللي صعد، صعد مولاي صعد، وإذا أخذ بعنقها كذب جيدها بلعومها بعنقها، رادت تفلت مولاي تفتحها، اختنقت لم تستطع، إلى أن اختنقت فهلكت إلى جهنم وبئس المصير. الآية شو تقول؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ماتت. رسول الله قال له: يا رسول الله ادعو عليهم، ادعو على أمتك. يرفع ايده يقول: اللهم اهدهم، اللهم تب عليهم، فإنهم لا يعلمون. وإنك لعلى خلق، انت وين تلقى هيش ناس؟ والله العظيم انت لو تفر العالم كله، روح شرق وغرب، لا تجد كآل رسول الله. أمس ذكرت لك، شفت الشمر ذبح الحسين بإيده، ذبح الحسين هيج، ذبح الحسين بإيده وأفجع ذبحه، ويجي للإمام السجاد يقول له: هل لي من توبة؟ يقول له: إن تبت تاب الله عليك. وين تلقى هيج إنسان؟ واحد يذبح ابني، يذبح ابني مولانا قدام عيني، أنا أسامحه؟ والله ما أسامحه. واحد يذبح أبوي قدام عينه وعمدا، أنا أسامحه؟ ما أسامحه. لكن هذول لا، شنو من معدن عندهم هذول؟ الله أعلم الله شلون خالقهم ما أدري. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الأمة المرحومة، رسول الله ما دعا علينا ولا دعا على أمته قط، قط ما دعا عليهم، أعطاهم المجال وأعطاهم الفرص وكان سموح. وهذا الخلق العالي انتقل من رسول الله إلى علي المرتضى وإلى الحسن وإلى الحسين عليه السلام. يقف الحسين فيبكي أبو علي، يبكي الحسين في كربلاء، يقول له اللعين، يقول له الشمر: أتبكي خوفا من الموت يا ابن فاطمة؟ الله. يقول له: أنا لا أرهب الموت، وأنا ابن خواض المنايا، أنا ابن علي ابن أبي طالب ابن الحسين، ما أهتز من الموت. لا، أنا الإخوان وصوني بمصيبة، مصيبة طويلة حقيقة، أو أنا قرأتها يمكن في لبنان أو بثت على العموم، ما أتذكر في أي دولة، لكن أقرأها لإصرار الإخوة اللي قاعدين هنا مولانا. ها، بكى عليهم الحسين، هاي المصيبة ما أدري أنت سامحها ما سامحها، ما سامحها بالعافية عليك، وإذا سامحها من باب فذكر إن شاء الله تعالى. زين، أكو مصيبة مولاي كلش مؤلمة أليمة، تعرفون عقيل ابن أبي طالب؟ عقيل ابن أبي طالب أخو الإمام علي، أكبر من الإمام علي 20 سنة، لأن هم 4 أخوان، الكبير طالب، أصغر من طالب 10 سنين عقيل، أصغر من عقيل 10 سنين جعفر، أصغر من جعفر 10 سنين ياهو الإمام علي عليه السلام. عقيل والإمام علي 20 سنة فاصلتهم. عقيل عند بنيه، ذاك اليوم أكو تاجر جاي من الشام من سوريا، دخل إلى المدينة مولانا عنده تجارة، فقالوا له: عقيل ابن أبي طالب عنده بنت، فذهب إليها خاطبا يخطب البنية من أبوها. عقيل ما رضى ينطيها له، قال له: أنت دربك بعيد بالشام، وإذا بنتي تزوجت في الشام بعد وين أوصل لها؟ أنا ما أوصل لها. إحنا اليوم الظهر كنا قاعدين عند أحد الوجهاء الإخوة الأعزاء، عمامنا وأهلنا مولانا، قديما إذا يعيش واحد خارج كربلاء يودون لطارش لإيصال الخبر. زي مولانا البنية إذا مولاي تزوجت شوية بالمنطقة الثانية بعد ما راح يشوفها، ظل هناك بالشهر بالسنة مرة يشوف بنت، ما يصير. فهذا من المدينة إلى الشام، المدينة إلى الشام هنا هنا مولاي مسافة كلش بعيدة، إذا طبت بعد ما يشوف بنت. راح الرجال ورجع بعد مرة، مرتين ثلاث أربعة، عقيل زوجه ابنته العقيلية، أنطى بنت العقيلية، تزوجها الشامي وخذاها إلى الشام. اسمع هذا السار، خلفت أولاد، خلفت أولاد، وسمت الأولاد على اسم أولاد عمها على أسماء الحسن والحسين. ظلت كل ما تنوم أطفالها
بالليل تسولف لهم عن عمامها اللي يشيرون خوال اولادها، مو لولا يشيرون خوال اولادها، تسولف لهم تقول لهم عندكم خال اسمه الحسن كريم اهل البيت من اللي ينامون، وعدكم خال اسمه الحسين، وعدكم خال يسمى ابو الفضل العباس، وعدكم خاله اسمها زينب. السولف عن خوالهم، هم ما شايفين خوالهم مولانا، ويتمنون زين طفل او خواله بني هاشم مولانا، واي خوال بيت الامام علي خواله، يتلهف الرؤيه خواله، يحب يشوف اهله، يحب يشوف خواله. هذا الطفل مرت سنين، الأطفال كبروا ظلوا يميزوا بين الخير والشار كذا، يعرفون يسألون ذاك اليوم دخلوا السبايا إلى الشام، دخلوا السبايا إلى الشام. أجت الفكرة الآن ببالك لولا؟ دخلوا السبايا إلى الشام وجابوا الرؤوس، رأس الحسين ورأس العباس والرؤوس، وجابوا زينب وجابوا الإمام زين العابدين. قامت العقيلية ودت وليدها، أرسلته دزتها، قلت لوليدي جايبين سبايا من مكان بعيد، اسأل يمكن يعرفون خبر عن خوالك، عدهم أخبار عن أخوالك، عدهم شمة من أخبارهم، روح اسألهم. طلع الطفل مولاي، طلع فرحان يسأل السبايا، أبويا منين ما منين تعرفون خواري ما تعرفونه؟ يقول راح وإذ رأى الرؤوس، رأى الحسين رأسه على رمح طويل تلعب بشيبته الرياح، بس ما يعرف هذا خاله، ها ما يعرفه هو، بس سامع أن الحسين خاله. جايبين رأس الحسين وشاف رأس أبي الفضل العباس، ورأى زينب فخر المخدرات. زينب ركض راح إلى زينب، شاف زينب جليلة القدر مخدرة عفيفة عقيلية، يقول وقف يمها شاف الأطفال كلهم من حولها، قالها أمة الله من أي السبايا أنتم؟ شوف الحوار ايش صار بين زينب وبين ابن العقيلية، من أي السبايا أنتم؟ قالت له نحن من سبايا المدينة، اسألني عن أي بيت تريد اسأل، ماذا تريد؟ اسمع ايش سوى هذا الطفل، ها ركض إلى هذه المرأة إلى زينب وعاينها أسيرة لوذ بيها، كل يتيمة كل يتيمة كل يتيمة، وقال أظن هذه للضعن كل زعيمة، قلها يا ميسورة مصيبتكم عظيمة عظيمة عظيمة، شنه ديانتكم ورضكم يا مدينة؟ من أي المدن؟ شنو دينكم؟ زينب ردت عليها قالت اسلام احنا ورض طيب وطننا يا وطننا يا او كل من تريد من المدينة اسألني عنه. انقلها يا ميسور المدينة بلاد أهلنا يا أهلنا يا لايكن أسئلت جان خالت عرفينا. ياهم خوالك ياهم خوالك، اسمع اسمع شي قلها، تعرفين خال حسين؟ وين السادة وين أولاد الزهرة؟ هذا جدكم الحسين، اسمع اسمعها، تعرفين خال حسين وتعرفين عباس وتعرفين الأكبار والنشامة ترفع الراس، تعرفين أبو جاسم محمد وفي لباس، تعرفين الزينب بضعة الزهرة المصونة. بكت زينب تعجبت، هذا منه ها؟ قالت شسمك يا وليدي
شسمك يا وليدي وانتهي مني عينه. قال شسمك يا وليدي وانتهي مني عينه. قالها انا امي هاشميه واسمي حسين واسمي حسين وانا خوايلي بيت بطايلب الطيبين الطيبين بيت الإمامة الشرف كل حايزين. نظر زينب الحوراء قالت إن كان ابن العقيل يا جنابك جنابك فوق الرماح العالية يا ابن جوابك يا ابن جوابك. ترى شيخ العشيرة يا أم شيخ العشيرة هنا هذا الحسين. ترى شيخ العشيرة واخوته وجملة أحبابك يما أحبابك راحوا وشتل بس هالذبيح القايدين. يا ولد يا ولد يا الولد يا ولد جداي مضعين دير بالك يما دير بالك اللي ذكرتهم رؤوسهم كلهم قبالك يما قبالك واللي قبالي ناصبين راس خالك. ركض الطفل إلى أمه باكي العين يلطم على رأسه. طرق الباب على أمه وإذا الأم العقيلية ركضت فكت الباب شافت ولدها يبكي. ولدي ماذا جرى؟ إش خيرك وليدي؟ قالها تعالي هنا يا يما تعالي. أقولها لولا أقولها مولاي أنت جار الحسين. ها هنا هنا يا يما تعالي تعالي ترى المذبوح يما حسين خالي. الله أكبر. يقول ركضت العقيلية ركضت إلى زينب يقول شالت راسها وشافت الحسين. أنت جاي لك خطار لو ما جاي لك خطار مولانا؟ جاي لك ضيف لو لا شلون ترحب بي؟ شالت راسها شافت ابن عمها صاحت هلا بضيفنا. أنتم أهل ضيافة هلا هلا بضيفنا لو كان مذبوح يما هلا بضيفنا لو كان مذبوح. أنا مذبوح أو دم على التربان مسفوح. رفعت رأسها رأت زينب الحوراء أنت زينب صاحت أنا زينب اللي يحجون عني يما عني وسليت المصايب ما سلن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله شافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم هون علينا سكرات الموت وشدائد البرزخ وأهوال يوم القيامة لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.